الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الكعبة المشرفة شرفها الله وزادها هيبة ورفعة وكرامة. أولا نقول الكعبة أول بيت وضع للناس، قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طبعا هناك قول ما معنى مكة وما معنى بكة، هي تمك أو تبك الذنوب، يعني تنفي الذنوب كما في الحديث. أيضا مكة أو الكعبة تحديدا هي مركز الأرض ولا غرو، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هذا البلد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها بكل صراحة: إنك أحب بلاد الله إلى الله. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم حينما خرج منها باكيا ودمعه يذرف وحق له: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. طبعا ثم عاد لها متأطئا رأسه وخاشعا وذليلا لربه حينما عفى عن كفار قريش الذين آذوه وفعلوا به ما فعلوا، ثم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيضا مكة مر عليها من العصور ومن الملوك ومن الحكم ما مر عليها، مسميات أيضا. نعم، مسميات الكثيرة سوف نأتي على ذلك. مكة قديمة قدم الأرض، قد يقال إنها قديمة 30 مليون سنة أو أكثر. المهم أتى عليها فترات أغلقت، وذلك بسبب أشياء حصلت في الأزمنة الماضية. طال عمرك تقريبا 40 مرة، 40 مرة أوقف، ما يقارب 40 مرة أوقف الحج. أوقف الحج؟ نعم. الأسباب؟ أسباب أحدها انتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات. ففي دارة الملك عبد العزيز طبعا هم أوردوا أسباب كثيرة نوجزها حتى ما يكون الكلام فيه إزهاب وتطويل. منها انتشار الأوبئة والأمراض فوقف الحج، منها الاضطرابات السياسية، منها الطريق كان غير آمن إلى مكة بسبب قطاع الطرق أو بسبب اللصوص أو بسبب أو بآخر، منها الغلاء الشديد الذي انتشر في الكون أو في الأرض، منها الاضطراب الاقتصادي، منها أيضا هجوم بعض الظلمة على الكعبة. تعرفون هجوم أبرهة؟ صحيح. تعرفون أيضا هجوم القرامطة؟ إذا أنت تقصد أيضا قبل فترة الإسلام. قبل فترة الإسلام طبعا. أيضا في فترة الإسلام حينما حصل نزاع بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، صحيح صحيح، وبين الحجاج الواقعة المعروفة رضي الله عنه، وهدمت الكعبة. أيضا في زمن قريش قبل الإسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشار إليه بالبنان فيقال أنه أمين، الأمين كان إذا أرادوا أن يضعوا أمانة يضعوها عنده صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ما هي هذه المفارقة، قريش تعتبره أمين وتعتبره صادق وتعتبره فيه كل الصفات الجميلة وكل الصفات الجيدة، ويأتوا ولا يصدقوا برسالته صلى الله عليه وسلم. طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون لكن لا يريدون أن يفقدوا الزعامة والرياسة والتحكم في، طبعا كانت قريش هي تحكم الأرض تقريبا، قبائل الأرض كلها تدين لقريش، وكان عندهم السدنة، سدنة البيت والسقاية ورعاية البيت. أيضا من الأسباب القرامطة لما هجموا وأرادوا تحطيم الكعبة توقف الحج 10 سنوات. هذا في القرامطة فقط. نعم، قتلوا الأعداد الكثيرة من الحجاج، يقال 30,000، ورموا في بئر زمزم المئات، حتى أن بئر زمزم أصبح دما لا يشرب. 10 سنوات متواصلة، 10 سنوات توقف الحج. فلله. إذن ما نحن فيه اليوم حمود، ما نحن فيه اليوم، نعم، ليس بجديد. لا ليس، ومع ذلك لم يتوقف الحج. اليوم لله در الملك سلمان ومحمد بن سلمان، فعلوا الأعاجيب وفعلوا المستحيل حتى لا يقف الحج كما حصل في الأزمنة السابقة.